غادر منتخبنا الوطني كاتانيتشي غادر إلى محافظة أربيل لمتابعة مباراة أربيل وزاخو. المدرب حسب مصادرنا الدقيقة ذهب إلى هناك من أجل متابعة أحد اللاعبين الذين أدرج في مفكرتي سابقا. من تتوقع أن هذا اللاعب اللي كاتانيتشي راح خصيصا على المدى؟ بشار سن ينافس بقوة على جائزة أفضل لاعب آسيا لهذا العام. مباراة نهائي أبطال آسيا ستعزز من حضوره بقوة للحصول على جائزة الأفضل في حال تثبيت فريقه باللقب. أما المنتخب الوطني بنسبة 99% لستقوم وديتي الأردن وأوزبكستان ودية المقامة في الإمارات. القائمة تبدأ بجلال حسن، أحمد باسل، علي كاظم، أحمد إبراهيم، فادي سولاف، سعد ناطق، علي فائز، ميثم جبار، علي عدنان، مهند جعاز، على مهاول، راس قطر، انجل عطوان، لوين عادي، محمد رضا، بشار حسن، شريف عبد الكاظم، ابراهيم بايك، ومان فارق، على عبد الزهرة، ايمن حسين، على عباس، مهند علي. التغييرات المحتملة تتعدى لاعب او لاعبين لا اكثر ولا اقل. اما فيما يخص المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز ستكون مباراة هذا اليوم الجمعة 30 اكتوبر 2020 كالآتي: الكهرباء الحدود الساعة 2:30 ملعب التاجي، السماوة الميناء الساعة 2:30 ملعب السماوة، الشرطة أمارة بغداد الساعة 7:30 ملعب الشعب الدولي، الزوراء النهر ملعب الشعب الدولي في الساعة 4:15 في توقيت بغداد طبعا. قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية نقل مباراة فريقي النجف ونفط الوسط ضمن مباراة الدور الثاني الدوري الممتاز إلى ملعب كربلاء الدولي يوم السبت المقبل. وكان من المؤمل أن تقام مباراتين للفريقين يوم غد الجمعة على ملعب النجف القديم والذي لم يعد ملعب مرخص حسب لوائح المسابقة. الأمر الذي جعل لجنة المسابقات تقرر نقل المباراة إلى ملعب كربلاء الدولي وتغيير موعد المباراة إلى يوم السبت المقبل في تمام الساعة 2:00 ظهرا. وخاطبت الهيئة التطبيعية فريق نقل الوسط بأن تكون هذه المباراة هي مباراتهم في الذهاب، على أن تكون مباراة فريقين إيابا على ملعب فريق النجف من باب منح العدالة للطرفين، وكي لا يتأثر فريق النجف بهذا القرار خلال مباريات الدوري الممتاز. وبعد إعلان لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية نقل مباراة النجف نقل الوسط إلى ملعب كربلاء الدولي، نائب رئيس نادي النجف عباس مهدي وعبر برنامج الكابتن: لن نواجه نادي نقط الوسط في كربلاء مهما كلفنا الأمر، وحقنا هذا لن نتنازل عنه. العنكوش يتحدى النجف، راح نلعب وياكم بالمرحلة الثانية ويقربكم ونغلبكم ثلاثة صفر، وهذا وعد منا، يعني راح نغلبكم ثلاثة بالذهاب وثلاثة بالإياب. شكل العنكوش جاي بقوة ويتحدى الفرق، راح ينافس على الأربع المراكز الأولى. برأيكم العنكوش يسويها؟ نبقى مع أحد صور ملعب الكوت بعد إنهاء أعمال ترميمه.